خلال اليومين اللي فاتوا تابعنا كلنا البطلة يمنى عياد اللي قدرت ان هي تحصل اول ميدالية نسائية في الملاكمة على مستوى الجمهورية، وده بعد ما حصلت على الميدالية البرونزية في دورة العاب البحر المتوسط لرياضة الملاكمة. وطبعا ورا كل نجاح ام عظيمة بتدعم وتكبر وبتكون سند لاي طريق للنجاح. على الهاتف معانا الاستاذة لبنى صبري والدة البطلة يمنى عياد صاحبة اول ميدالية نسائية في الملاكمة. صباح الخير يا فندم، من بارك لك على حصاد وتعب ومجهود كبير، وكل سنه وحضرتك طيب. طبعا خير يا فندم، وكل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. ازاي اكتشفت الموهبه عند يمنى؟ عرفتي ازاي ميولها للجانب الرياضي؟ يعني عرفينا ملاكمه وبنت مصريه ووصلت لاول ميداليه نسائيه في الملاكمه، موضوع برضو جديد شويه ولا ايه؟ هو جديد شويه فعلا. بس هي اصلا يمنى اول ما ابتدت كانت بتلعب كاراتيه، وبعد كده لعبت كونوفو، وبعدين هي لقت نفسها في الملاكمه حبيتها اكتر، فالحمد لله اديتها. زي بداتي تستعدي مع يمنى للبطوله، وازاي هيأت لها الحاله النفسيه عشان تقدر ان هي توصل للميداليه دي؟ انا شخصيا بؤمن ان عشان حد يوصل لنجاح كبير قوي كل حاجه حواليه الظروف كلها لازم تبقى مهيئه ليه بشكل ايجابي، فعملتي ده ازاي؟ والله حضرتك هي من قبلها حوالي شهر ونص كان عندها معسكر مغلق في المركز الاولمبي في المعادي، فهي اصلا كانت مقرره وقتها ان هي تكون انا عاوزه اكون بطله، عايزه احقق حاجه لمصر. فهي ده فكرها، يعني هي ده المايند سيت بتاعها، هي عايزه تبقى ده وعايزه تعمل ده فهتعمل ده ان شاء الله. شخصيتها كده طول عمرها؟ ايوه هي بصراحه طموحه جدا، بتحب اللعبه جدا، بتهتم بتمرينها جدا، فعلشان كده الحمد لله ربنا كرمها وده توفيق ربنا. يعني كونك ام ازاي بتساعديها في ده؟ يعني لو اتكلمنا مثلا في البدايه عن النظام الغذائي بتعملي ايه؟ طبعا لازم يكون لها نظام غذائي خاص، لان حضرتك عارف ان الوزن مهم جدا بيفرق معاها، فلازم يكون لها اكل مخصوص، لها مواعيد مخصوصه، مواعيد تمرينها مخصوصه، فطبعا بكون انا معاها، لان بالذات حضرتك يعني عارف ان الالعاب دي البنات بتبقى دلوقتي هاكل كمان شويه، فلازم اكون متابعاها انا بالموضوع ده. طب كلميني عن التحديات اللي قابلتها يمنى او قابلتيها مع يمنى، ولو في نصايح تقدري تقدميها لاي ام بتدعم لسه اولادها ان هم يكبروا يبقوا ابطال كبار. والله يمكن اكثر مشكله كانت بتقابلها ان طبعا وقت المعسكر بتاعها كان في عندها امتحانات، فما كانش ينفع، هي متفوقه دراسيا برضه، فهي مش عايزه تاجل سنه، فكانت بتيجي تحضر الامتحانات بتاعتها وترجع المعسكر بتاعها. فانا عايزه اقول لحضرتك ان الانسان الطموح بيعمل اي حاجه في الدنيا. هي في كليه ايه؟ تربيه رياضيه. طيب يعني الموضوع متكامل اهو. هي كانت بتذكر الموهبة بتاعتها بالدراسه كمان. طب بالنسبه يعني ما حصلهاش اصابات قبل كده؟ يعني هي برضو رياضه عنيفه الملاكمه، وبالتاكيد في اثار ممكن يبقى في العضلات في الفك في البتاع، يعني احنا بالنسبه لنا احنا كاولاد للرياضه دي بنشوف فيها اصابات كتير. حصل معاه حاجه؟ والله العادي يعني ممكن يحصل لها شد عضل في اي منطقه في اي توقيت، فطبعا ده بيبقى طبعا حاجه مقلقه جدا يعني. والحمد لله. يعني ما خفتيش انت كأم انه بعض التمرينات تخلي جسمها شويه بالكي او كده؟ يعني احنا بالعكس احنا بنشجع ده جدا، انه اي حد يعمل اللي هو عايزه عشان يقدر يحقق نجاح في اللي هو بيختاره، لكن احنا عندنا كتفكير شويه كمصريات انه او في مصر انه يا بنتي هتبقي بالكي شويه، الحاجات دي ما كنت داعمه ليها؟ ما فكرتيش بالطريقه دي؟ لا خالص. هي يعني انت ما تعرفيش يمنى، بس لو عرفتيها هتلاقيها لسه يعني هي كبين، احنا زي ما احنا شايفين على الشاشه ده حقيقي، وقادره تعيش كبطله، قاعده تعيش كطالبه، بتحاول تفصل بين كل حاجه. هتشارك في ايه اللي جاي؟ يعني اولمبياد باريس عندنا داخله فيها، هل في حاجات بتستعد لها في معسكرات يعني في القريب العاجل يا فندم؟
ان شاء الله ان شاء الله. هي عندها موهبه، هي عندها ايمان بنفسها ان انا نفسي ادخل اولمبياد باريس وادخل بطوله العالم، وانا بشجعها جدا على ده. وهي اكيد طبعا من اول ما رجعت بدات تمرين، لان هي بتستعد للي جاي ان شاء الله، لان حضرتك طبعا دي بدايه الخطوه، اول خطوه، فبعد اللي جاي بعدها صعب. صحيح. انا بشكرك يا مدام لبنى، مدام لبنى صبري والده يمنى عياد الحاصله على الميداليه البرونزيه في دورة ألعاب البحر المتوسط لرياضة الملاكمة، البطلة الأولى في رياضة الملاكمة المصرية. شكرا جزيلا لك.